السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلاب الصف الرابع في درس جديد من دروس مادة الماتيماتيك، معكم الأستاذ وسام، بدي أعطيكم مادة الرياضيات للصف الثالث، ونبدأ من بداية الكتاب من الصفحة الأولى في الكتاب. طبعا عندي هون جرينجي يونيتي الوحدة الأولى، مثل ما شايفين العناوين دوغال سيلار، دوغال سيلار لا طبلما إسلامي، ودوغال سيلار لا تشكر ما إسلامي. طبعا معناها هون الأعداد الطبيعية، إذا هون الأعداد الطبيعية، هون عملية الجمع مع الأعداد الطبيعية، وهون تشكر ما إسلامي عملية الطرح مع الأعداد الطبيعية. طيب نتابع. إذا هون العنوان الأول بهذا الدرس مثل ما شايفين، إذا هون حبينا نظلل هذا العنوان عم يقولوا هون، إذا دورت بيش ذي ألت بصمقل دوغال سيلار، شو يعني هالحكي هذا؟ إذا دورت بيش ذي ألت بصمقل، بصمق منزلة، بصمقل ذو منزلة، الأعداد الطبيعية اللي إلى أربع أو خمس أو ست منازل. يعني أنا بس أقول مثلا 4000، خلينا نغير اللون، إذا قلت 4372 كم منزلة؟ هاد منزلة 2 3 4، أربع منازل. بدنا نشوف كمان الخمس منازل والست منازل أيضا. تمام، هاي الفقرة الأولى في هذا الكتاب، عفوا. إذا نتابع. هلا هون هاطر لما هنقوله، هون هاطر لما تذكير، اوتش بصمقل دوغال سيلار دا، إذن في الأعداد الطبيعية ذات ثلاث منازل، اوتش ادي تراكام بولونور، إذن شو كم رقم بيكون فيه بالعدد؟ تعرفوا انتو العدد فيه أكثر من رقم، فرقم 2 3 معناها في ثلاث منازل. مثال على ذلك، إيكي يوز كيرك ألت، يوز إيكي سكيز، بيش يوز دورت، 760 ve 900 sayıları 3 basamaklı birer sayıdır. İzen kul min hadi l'a'dad leha 3 menazil. Tayyip, etkinlik عندي النشاط الأول، araç ve gereç, taban blokları, izen blok yani المراتب. عندي هون 900'lük yani المئات 9، 910 والعشرات 9، ذي 91 طبان بلوكونو سرامزن أزرينا كويالم. إذا بدنا نضع بنفس الترتيب 9 للمئات و9 للعشرات و9 للآحاد، فبيطلع العدد طبعا 999 هو أكبر عدد بالعدد ثلاثي المنازل. طبان بلوك لاريلا هانجسي سيص موديل لادينيز، إذن بدنا نمثل أي عدد من بلوكات بهالأساس، طبعا حسب الأساس بنعرف الأعداد. سرامزن أزرينا بير بيرليك طبعا بلوكو داها كويالم، إذا حطينا واحد زيادة فوق 999 شو بصير؟ أولوشان أون بيرليك طبعا بلوكونو بير أونلوك طبعا بلوكو إلي ديشتيرالين. إذن أنا يعني إذا كان عندي هون 999، إذا أنا ضفت واحد، هلا لاحظ 9 زائد 1 10، فأنا بحط صفر وبضيف واحد على الأونلوك على العشرة. هلا 1 زائد 9 10 أيضا صفر، بزيد واحد على المئات، 1 زائد 9 10 صفر، وبزيد واحد على الألوف. إذا أنا أحد عشرات مئات بيصير هون شو عندي؟ الألوف. فعم يقولوا هون أيضا أولوشان أون بيرليك، إذا صار في عشرة بالآحاد فبضيف واحد على العشرات. أيضا هون أولوشان أون أون لوك طابان بلوكونو منزل مرتبة العشرات، إذا صارت عشرة فبضيف واحد على المئات، إذا بير يوز لوك طابان بلوكو إلي ديشتيرالي، نغير واحد بالمئة. أولوشان أون يوز لوك طابان بلوك هانجي سايي تمثيل أدبي لير،
اتشكلينز. اذا اشرحوا مثل ما شرحنا هون بده يصير بالالاف. هلا عندي هون دورت، اذا هون دورت بصمقلي بير صيدا دورت. اذا دورت بصمقلي بير صيدا بالعدد رباعي المنازل، هي منزله تنتين ثلاثه اربعه. بيش بصمقلي بير صيدا بيش، اذا عندي خمسه بمنزله بعدد ذو خمس منازل. التي بصمقلي بير صيدا التي اديت راكان بولونو. إذا كان العدد أربع منازل في أربع أرقام، خمس منازل في خمس أرقام، ست منازل في ست أرقام. إذا دورت بيش في ألت بصمقلي صيلاردا بينلر في بيرلر بلويو بولونور. إذا تتواجد مرتبة الآحاد والآلاف في العدد اللي له أربع خمس ست منازل. أرنيك مثال آيلين، آيلين هانم، السيدة آيلين ياندكي بوز دولابنا بياندي. إذن عجبها البراد الموجود جانبان. آيلين هانمن بياندي بوزدولابنن فياتن إنجليلين. لندقق، إذن لندقق سعر البراد اللي عجبها للسيدة آيلين. فيات باليرتان صينن أكونوشونو يزلن. إذن لنكتب قراءة العدد اللي بيحدد السعر. فهون السعر شو مكتوب؟ 1250 تيلي أو ليرة تركية. 1250 شو بينقال الألف بين إكيوز بيش أو عفوا بين إكيوز ألي، ألي معناها 50. إذن آيلين هانم هانمن بين دي بوز دولابنن فياتي سعر البراد اللي عجبها للسيدة آيلين بين إكيوز ألي تيلي دير بين إكيوز ألي صيص هذا العدد دورت بصمقلي بير صيدا. هذا يتألف من أربع منازل، واحد اثنين والخمسة والصفر أربع منازل. صيّأ الأشطوران رقم لارا، الأرقام اللي بتشكل هذا العدد هي الواحد والاثنين والخمسة والصفر. الألف ومئتين وخمسين صيص هذا العدد بين إكيوز اللي أولاراك أكونور، بنقرأه بهذا الشكل بين يعني ألف إكيوز اثنين مئة اللي وخمسين. ألف ومئتين وخمسين تيلي مثل ما حكي. نتابع، في عندي أورنيك تاني أيضا. إذن هذا الأورنيك كرة القدم، بعدين أيضا عندي أورنيك مثلا نقرأ مراد دادانيزي زيارة أتمكتشين. إذا من أجل زيارة جدو، إذا مراد وزير جدو يولجولوك يا باركان وأتقام برحلة ياندكي تابيلاي غردو. إذن شاف هل اللوحة المرورية جانبا مراتن غردو تابيلايا غري. إذن تبعا لهاللوحة اللي شافها مراد دانيزلي إلينين نفوسونو إنجليلين. لندقق عدد سكان ولاية دانيزلي، أي دانيزلي عدد السكان هذا الرقم ورقم هذا الرقم. طيب صيانان اكونو شنو يا ظلم، لنكتب قراءة العدد هذا العدد اللي هو عدد النفوس. هلا بالعربي هذا احنا شو بنقرا 993، وفي عندي ثلاث ارقام هون يعني 1000 993 1000 و 440 42. طيب هذا الحكي شلون بدنا نكتبه بالتركي؟ بنقول 993 يعني دوكوز يوز. اذا دوكوز يوز هي 990 دوكسان دوكسان اتش معناها صار 993. هلا شو بدنا نقول؟ بين يعني 1000، هاي بين خلصنا 1000. بعدين 442 فبنقول 400 يعني 400 درت درت يوز هي 400. ال 40 كرك كرك وال 2 ايكي. هيك بنكون انتهينا من كتابة هذا الرقم. فهنا هون كاتبين شايفين 993 442 أولاراك أكونور، يقرأ بهذا الشكل.
نتابع. إذن هلا نشوف أيضا مثال تاني. طبعا هون عاطيني مكعبات، هذا 1000 وهي 1000 صاروا 2000، وهون هي الآلاف، هون عندي المئات 100 200، إذن 1200. أيضا هون إذا أن 100 2 3 هي 300، وهون كمان 200 صاروا 500، وهون العشرات 1 2 3 4 5 50، وهون 3، فصار الجواب 550 53. هون الجواب صار 2200. تمام، كلياتهم مع بعضهم شو صار؟ 2200 وفي 500 صار 2753. إذا 2750 53، إذا هذا الرقم كله مع بعضه. فقالوا أول شيء اتش، هلا هون مثال ثاني طبعا، بدنا ننزل على المثال الثاني شو عم يقولوا فيه. فعندي بهذا المثال كثرنا هيك، طيب هذا المثال عم يقولوا اتش بين يرمي بير، اتش بين 3000 1 2 3000 يرمي بير 20 21، معناه هون في صفر. اللي بعده سكسان، سكسان ألت بين، سكسان يعني 8 ألت 6 86000، يعني 1 2 3 في 3 صفار. دورت يوز اوتش، هي دورت يوز صفرين اوتش، هون في 3، معناها هي ضلت شو؟ صفر. فهون شو عم يقولوا؟ بيش يوز اون سكيز بين، بيش يوز اون سكيز بين، بين يعني 3 منازل. بعدين إكيوز، هي إكيوز كرك، هي كرك سكيز، وبالتالي 518248. هي 518248. إذا هي كانت للرقم الأول 3021، هي للرقم الثاني 86403، وهي للرقم الثالث اللي هن حالينا بالكتاب، وأنا حليت لكم إياها بهذا الشكل. هلا في عندي ألشترما، زين هون الألشترما مثل ما شايفين، نتابع بالألشترما. فعندي السؤال الأول، بير مطبعة دا، في مطبعة ما زين هلا هون حكينا انه عندي السؤال الأول بالألشترما، في مطبعة ما العدد 75248، أديت كتاب بصل ضي، يعني طبعة، طبعة كذا كتاب هالعدد هذا، مطبعة دا في المطبعة بصلان كتاب صيّ صنن كاتش بصا مكلا بير دوغال صيّ ألدونو بالير لينيز، يعني حددوا أديت صاير العدد الطبيعي بكم منزلة عدد الكتب المطبوعة بهذه المطبعة. دوغال صينن أكونو شنو يزنز، واكتبوا قراءة هذا العدد على دفتركم. فهذا أول شيء كم منزلة؟ من عند 1 2 3 4 5، إذن بيش بصا مكلا بير صيّ عدد بخمس منازل. قراءته شو نقرأه؟ 75 يتميش بيش بين إكيوز كرك سكيز. إذا نكتب بهالشكل هذا، يتميش، عفوا كتابة وليس قراءة، إذا نكتب يتميش، يتميش بيش بين، يعني 75000، بعدين إكي يوز كرك سكيز بهذا الشكل. السؤال الثاني، هو توجوكلار دا بازر دوغال صيلار غير المشتر، إذن أعطيت أعداد طبيعية أو بعض الأعداد الطبيعية في الصناديق. ألتز بصمك لدوغال صيلارن بولون دوغو كتوجوكلار بويانز، إذن لونوا الصناديق المتواجد فيها أعداد طبيعية بست منازل. هلا هون خمس منازل ما من لونه، هون ستة، معناها هذا من لونه، هذا أربعة لا، هذا أربعة لا، هذا ستة كمان من لونه. نكون حلينا السؤال الثاني، ننتقل إلى السؤال الثالث. طبعا مثل ما شايفين هون السؤال الثالث عندي كثرنا هيك، عفوا، إذا السؤال الثالث
طبعا بالنسبة للسؤال الثالث عفوا إذا السؤال الثالث عم يقول أنجين بي بياندي تلفزيونو أدو في ساترجيا أدما يبطل. إذا بده يعمل دفعات للبائع لأنه أخذ التلفزيون اللي عجبه السيد أنجي. ياندكي غورسيلي غوري تبعا للرسمة جانبا أنجين بيين ساترجيا أدادي بارانن كاتش بسامكلو olduğunu belirleyiniz. إذن حددوا كم منزلة صايرة النقود اللي بده يدفعها إلى البائع. اللي هون عم يقولوا شو منزلة 2 3 4 منازل ما هيك. إذن دورت بصامكلو إذن هذا العدد دورت بصامكلو إذن دورت بصامكلو هين كتبه هون بصامكلو بصامك ل. فلهون بعد ما كتبنا دورت بصمكلو عندي صينن اكونو شنو يزنز يعني اكتبوا قراءة هذا العدد. قراءة هذا العدد 3250 فبنقول اوتش بين هي 3000 3000 اوتش بين 250 يعني 200 اكي يوز اكي يوز يعني 200 والخمسين شو اسمها اللي تالي. سؤال رابع okunuşları verilen doğal sayıları noktalı yerlere yazınız يعني اكتبوا أماكن النقاط الأعداد الطبيعية المعطاة قراءة يعني بدل ما يكون عدد معطى بدي أقرأه لهون عاطيني قراءته بدي أعطي العدد اللي بين إكي اللي خمسين بين واحد اثنين إكي هي اللي بين إكي اللي بعده اتشيوز اون اتش بين اتشيوز اون اتش بين يعني في ثلاث منازل لسه هيك هلا ثلاث منازل شو هنين اكيوز دور اكيوز صفر دور اذا 313204 طبعا هذول على نفس السطر عدد واحد بيش يوز بين بيش يوز بين اللي بعده اكي بين هي اكي بين بعدين التيوز اون سكيز التيوز اون سكيز اللي بعده التيوز سكيز بين التيوز سكيز بين وبعدين اكي يوز بير اكي يوز بير 201 عندي هون الجي دوكوز بين اوتش يوز كر اكي اذا دوكوز بين هاي دوكوز بين اوتش يوز كر اكي اللي بعدها التمش اوتش التمش اوتش بين بعدين سكيز يوز اللي بير اللي بعدها يرمي يدي بين يرمي يدي بين بعدين 62 يعني هون في صفر بعدين 62 بهذا الشكل هيك نكون انهينا السؤال الرابع ننتقل الى السؤال الخامس اذا عندي هون بالسؤال الخامس عم يطلب مني دوغال سيلارن اكونوش لارن نقطه يار لارا يزنز اكتبوا لاماكن النقاط قراءه الاعداد الطبيعيه فهون بين 386 اذا بين 386 اللي بعدها 5603 الجي 86312 بعدها 50867 بعدها 500 بين اذا مثلا هاز بنكتبها 500 500 شو 1000 انا بنحط هون بين 500 بين بنتابع 269 بهالشكل ايضا هون 128000 يعني 100 هي يوز
120 هاي الالفات، بعدين كرك فقط، كرك بهذا الشكل. انتهينا من السؤال الخامس. هيك بنكون انهينا هذه الفقره. الدرس القادم يزار في بين لا بينار الى ليا دغرو صايما. اذا بدنا نعد مباشره، نتقدم الى المئات والى الالاف. نترككم على امل لقاء بكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.